اليوم غادي نشارك معكم وصفة ولا أروع، وصفة لتقوية شبكة العين والناس اللي عندهم ضعف النظر. جربها الزوج ديال الصديقة ديالي وما شاء الله طلعت نتائج لي رائعة جدا، وأي واحد كان شارك معاه هذه الوصفة هذه كيترحمني على الوالدين. وكذلك وصفة طبيعية واقتصادية، نساء ورجال وأطفال كذلك. فقط ما عليكم غير تبعوا معي الفيديو من الاول حتى الاخر باش هكا تستافدوا ان شاء الله، ورجاء بلغوا بها اي مريض محتاج واكيد لكم الاجر باذن الله. كيف ما كنقولوا الدال على الخير كفاعل. اهلا صحباتي كبداتي الفنات ديالي، نتمنى ان شاء الله تكونوا في افضل حال، وانتم اكيد كتشاهدوا الفيديو ديال اليوم. بالنسبه للناس اللي اول مره غتشوف قناتي ولا غتشوفني، ما تنساوش تابوناو عبر الضغط على زر سبسكرايب او الاشتراك اللي كاين باحمر، وفعلوا هذاك زر الجرس باش دائما توصلوا بالجديد وتوصلوا ان شاء الله بنوتيفيكاسيون باللي حطيت فيديو جديد. بغا نشارك معكم وصفه ممتازه جدا، الناس اللي عندهم ضعف النظر، اللي عندهم مشكل في شبكه العين، واللي عندهم النظر ديالهم يعني قليل بزاف. اليوم ان شاء الله وصفه طبيعيه، كيف ما كنقولوا الا ما نفعتكش مستحيل مستحيل انها تضرك، بالعكس كلها افاده ما شاء الله، مكونات اقتصاديه وسهله كيف ما غتشوفوا معايا في الفيديو. غنشارك معكم ان شاء الله مرحله بمرحله، ونتمنى اي واحد جرب هذه الوصفه هذه ما يبخلش علينا في التعاليق ويقول لنا الراي ديالو، شهاده حق من القلب، لانني مشاركه معكم من القلب ونتمنى توصل قلوبكم. ما جربها الزوج ديال الصديقه ديالي وكيف ما عطاتو نتيجه، كيف ما غنشاركها معكم فاش رجع عند الفحص عند الطبيب من بعد ما دار الوصفه. ما شاء الله قال لي الطبيب شنو درتي باش رجع لك النظر ديالك، يعني وصفه فعاله فعاله جدا. داكشي علاش قلت ضروري غنشاركها معكم. باشي غنبداو في مكونات الوصفه وطريقه التحضير ديالها. بالنسبه للوصفه ديال اليوم وصفه ممتازه جدا، اقل ما يقال عنها انها روعه روعه ما شاء الله. كيف ما شاركت معكم في الفيديو اللي قبل من هذا، قلت لكم باللي الزوج ديال الصديقه ديالي كان كيعاني من هذا المشكل ديال ضعف البصر، اولا النظر ديالو كان تقريبا غيمشي ليه بصفه نهائيه لا قدر الله. الحمد لله جاب ربي الشفاء في هذه الوصفه اللي كنت شاركت معكم قبل هذا الفيديو، وكذلك هذه الوصفه هي ديال اليوم، الثوم الاحمر الغني عن التعريف، الغني بالفيتامينات وبمواد اللي هي مهمه جدا للصحه ديالنا ولتقويه البصر ما شاء الله، وكذلك تقويه شبكه العين. الناس اللي عندهم الشبكه ديال العين ضعيفه بزاف، الثوم الاحمر بالخصوص الاحمر هو اللي عنده فوائد غزاله بزاف لهذه المشاكل هذو. وكذلك الليمون او الحامض الغني عن التعريف والغني جدا بالفيتامينات، من اهمها الفيتامين سي اللي ما شاء الله كيقوي لنا النظر وكذلك كيصحح لنا النظر ديالنا. قبل ما نبدا الفيديو كيف ما العاده، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين، حسن تصلوا على نبينا في لي كومونتير باش ان شاء الله يكون اجر ليا وليكم بحول الله. بغينا نوصلوا هذا الفيديو ان شاء الله لاكبر عدد من الناس باش كلشي يستافد وتعم الافاده. بارطاجيو هذا الفيديو مع كاع الناس اللي كتعرفوا باش هكا كلشي يستافد ان شاء الله ولكم الاجر باذن الله، كيف ما كنقولوا الدال على الخير كفاعله. بالنسبه لهذه الوصفه اول حاجه غادي ناخذ واحد الكاس بحال هكا يكون كبير، وغناخذ اول حاجه هذا الليمون او هذا الحامض هذا، بعد ما اكيد تكونوا غسلتوه مزيان لان غنديروه بالقشور ديالو، وتحيدوا لي هذا العصف هذا حيت غير غادي يمرر لينا هذا المشروب هذا. بغينا حنا فقط الليمون باللب ديالو وبالقشور، واحد الكميه تقريبا نصف ليمونه مقطعه قطع صغيره. وإلا عندكم الليمون الاخضر او الحامض الاخضر غيكون من الاحسن انكم تستعملوه. وثاني مكون عندنا كيف ما وريتكم اللي هو هاد الثوم، غناخذوا فص واحد فقط من الثوم الاحمر. هاد الثوم الاحمر غني جدا بالفوائد والفيتامينات سواء للشعر وكذلك بالنسبه للصحه ديالنا. غادي نحيدوا لي هاد القشور هادو، ماشي بحال الشعر كنستعملوا الثوم بالقشور ديالو، فهاد الوصفه ضروري تحيدوا ليها القشور. انا كيف ما شاركت معايا الصديقه ديالي كان كيستعمل الزوج ديالها هاد الوصفات بجوج بهم ديال البارح وديال اليوم، شاركته معاكم مرحله بمرحله. فوالا كندير قطع صغيره من الثوم على هاد الليمون هذا بهذا الشكل هذا، وغادي نضيف دابا المكون الثالث اللي هو اوراق الريحان. الى عنده اي اسم اخر من غير هذا الاسم هذا اوراق الريحان كتبوه لي عافاكم في التعاليق باش هكا تعم الافاده للجميع. اي واحد كيتبعني من دول عربيه اخرى او من بلدان يعني ما كيفهموش اللغه ديالنا او ما كيفهموش الاسماء ديال المكونات ديالنا،
كلشي يستافد ان شاء الله. هنا في المغرب كنقولوا لهم اوراق الريحان، معروفين بالريحان او الاوراق الريحان، كتلقاوهم عند العطار او عند العشاب. راه رخيص في الثمن ديالو، رخيص جدا في الثمن ديالو، وفعال جدا جدا في تصحيح النظر وتقويه النظر سواء الكبار او الصغار كذلك، وكيقوي لنا شبكه العين ما شاء الله، وكيصحح لنا النظر. الناس اللي عندهم النظر ديالهم ضعف بزاف مع البيسيات والتليفونات والسهر بالليل، كيصحح النظر وكيرجع النظر كيف ما كان من قبل. دونك الى عنده اي اسم اخر ما تبخلوش ان بي، عافاكم كتبوها لنا في التعاليق الاسم ديالو في البلد ديالكم ان شاء الله. صافي، وهنا غادي ناخذ تقريبا واحد جهد معلقه كبيره من اوراق الريحان. فوالا، كانت اي حاجه بحال هكا حيدوها. فوالا، معلقه كبيره من اوراق الريحان، وغادي نغسلو جوج حبيباتي من بعد ما غسلت مزيان هذاك اوراق الريحان. غادي نضيفها لهذا التوم وكذلك الليمون ديالي. وصفة اقتصادية وفي متناول الجميع. نضيف لهذه المكونات هذو، غنضيف لهم الماء يكون مغلي، الماء يكون طيب، ضروري يكون طيب مغلي. فوالا بحال هكا. وغادي ناخذوا عسل النحل الطبيعي. الناس اللي عندهم مرض السكري، الناس اللي عندهم مرض ديال السكر او مرض السكري، استغناو على العسل. والناس اللي ما عندهم حتى شي مشكل، الحمد لله اللهم لك الحمد، استعملوا العسل، لان العسل مقوي للمناعه ورائع للصحه، وكذلك كيعاون بزاف هذه الوصفه هذه باش تعطينا فعاليه اكثر واكثر باذن الله في وقت اللي هو وجيز جدا. دونك الا ما عندكم حتى شي مرض الحمد لله، استعملوا العسل، كنصحكم به بالحق، يكون عسل نحل طبيعي وحر. غادي ناخذ منه واحد باش يذوب معنا، ما حد هنايا ضروري ما حد الماء ساخن، كيكون الماء سخون. ضيفوا ليها واحد المعلقه بحال هكا ديال العسل الحر. الناس اللي سواء كيتفرجوا في هذا الفيديو بالغرض ديال الشفاء ليهم هما، اولا بالغرض ديال الشفاء لشخص اخر، بلغوا بها ان شاء الله اي مريض ولكم الاجر باذن الله. بالنسبه لهذا المشروب هذا، من بعد ما ديروا هذا الشيء غتغطيوه بواحد الطبيصيل بحال هكا، انا غير باش نوريكم ماشي مشكل، ولكن نتوما ضروري تغطيوه بشي طبيصيل لابد، وتخليوه بحال هكا كترتاح. الناس اللي غيسولوني استعمل الوصفه ديال البارح والوصفه ديال اليوم. ديال البارح كتستعمل بالليل، وهذه تستعملوها بالنهار. غادي تاخذوا هذه الوصفه هذه، ديروها وتخليوها حتى كتلق مزيان 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 جميع المكونات ديالها، واكيد تاخذوها وتصفيوها، وتاخذوا هذا المحلول او هذا المشروب هذا تشربوه يوميا قبل الافطار، قبل وجبه الافطار. يعتبر ايضا ديتوكس طبيعي سبحان الله للجسم، كينقينا الجسم من جميع السموم ومن جميع الامراض. يعني كضربوا عصفورين بحجر واحد، كيقوي المناعه، كينقي لنا الجسم من السموم ومن الامراض والبكتيريا، وكذلك كيقضي لنا تماما على الناس اللي عندهم مشكل ديال لي غاز في الكرش ديالهم، الناس اللي عندهم الغازات في البطن ديالهم. واكيد اكيد اهم حاجه انه كيقوي لنا شبكه العين، وكيقوي لنا البصر ديالنا بعد 15 يوم او لاسبوع، على حسب كل واحد اكيد والحاله ديالو، كل واحد كيف ما كنقولوا المشكل اللي عنده واش كبير بزاف ولا مشكل صغير. كتشوفوا الفرق من الاسبوع الاول، كيبدا يبان لكم الفرق في النظر ديالكم باذن الله، فاش غترجعوا للفحص عند الطبيب كيف ما قال لي الزوج ديال الصديقه ديالي، فاش رجع عند الفحص عند الطبيب ما شاء الله قال ليه راه هاد الوصفات اللي شاركتي معايا راه معجزه، لانه شارك معاها قال ليه راه درت هاد الوصفه هذه، ودرت هذيك الوصفه اللي شاركت معكم البارح، قال لي الحمد لله النظر ديالك زعما رجع بزاف، واحد النسبه ليا كبيره. ونتمنى لكم الشفاء ايضا، ونتمنى لاي واحد كيتفرج فيه ان شاء الله الشفاء العاجل باذن الله. وان شاء الله نتمنى الفيديو ديال اليوم ينال الاستحسان ديالكم، ونتلاقاو فيديو جاي ان شاء الله بخير وعلى خير. بوسه كبيره لكم، باي باي.